مرحبا، أنا بيسان عرفات، عضو من شبكة عين. باسمي وباسم فريق عين بحب ندعوكم تنضموا لإلنا لمؤتمرنا الرابع عينك 2015 اللي حيصير بفندق كيمبانسكي عمان بتاريخ 11 و12 ديسمبر. المؤتمر لهاي السنة فيه 3 أجزاء مهمة. الجزء الأول إنكم تعرضوا أفكاركم أمام خبراء خلال مسابقات عينك. الجزء الثاني إنكم تستفيدوا من المناقشات وورشات العمل المعتمدة اللي ممكن تضيفوها للسيرة الذاتية أو CV. الجزء الثالث والجديد لهاي السنة إنكم تستفيدوا من مساحة قمرة للفرص، وهو معرض استثنائي بهدف إنه يربط الشباب المحترفين والطلاب بالمنظمات غير الحكومية والقطاعات الصناعية. وهاي الفرص تتعدد في ولكن لا تقتصر على دورات تدريبية ووظائف وتدريبات ميدانية، منح دراسية، تمويل جماعي ونصائح في السير الذاتية ومقابلات العمل. انضموا إلنا وسجلوا لتكونوا جزء من مجتمع من الطلاب والمستثمرين والأكاديميين والصناعيين من جميع أنحاء العالم. وشكراً.